موسم الاحتفال قد أتى. مرحبا. من أنت؟ أنا كانون الثاني. يا دوب، انظر إلى ما إنه لاعب خفة. المخادع. تسمعين الكلام، والآن حلقي بسرعة عادية. جيد، والآن أنا الطيارة ماشا. هيا إلى بيت الدب. Mm. Ah!
كل من يطير على مكنسة سيصير بشكل مشعوذة قبيحة؟ وهل سيصير أنفي كبيراً هكذا؟ حسناً، أنا لا أريد اللعب معك. قلت لك لا أريد اللعب معك. يا دب، هذه المكنسة، لا تتركني وحدي. يا دب، أرجوك خلصني من هذه المكنسة. خلصني قبل أن يصير أنفي كأنف المشعوذة. وأخيراً، لقد لحقت بأخواتها. أعدك ألا أطير بعد الآن. أنا أول طفل يصل سطح القمر. أنا قبلك. لا تحاول، سأكون أول طفلة رائدة.
فضلك أنا على القمر. أحلام الأطفال، أوسع من هذا الكون، أوسع من هذا الكون، أن نسبح في الخيال، أن نسبح في الخيال. هذا ليس بجنون، كوكبنا الأرض. سنصبح أبطال هذا الفضاء، بالضوء نطوي المسافات، سنمضي أحبابنا في الانتظار، نجماً يلمع مثل المسار، سنمضي أحبابنا في الانتظار، نجماً يلمع مثل المسار. مرحبا دب. اوه
أشعر بالفضول، ماذا يوجد بالداخل؟ يبدو أن هذا المفك الخاطئ. توم أدخلني، لم أنهي عملي بعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أي منهما يجب أن أصلح؟ عملية سهلة. ثلاثة، أربعة، خمسة، سأكتشف ما في الداخل. أوه واو، عالم داخلي كامل يختبئ هنا. صعبة الإرضاء دائماً. هيا أهبط هنا، أنا أثق بقدراتك. بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. توقف توقف توقف. بابا بابا بابا. هش. سوف نجمع القطع. التجميع يشبه التفكيك ولكن عكسه تماماً. انتهيت، إنها جاهزة. رائع، إنها أفضل مما كانت سابقاً. حان وقت التجربة الأولى. نشغل المحرك. يوبي! المقود خرج من مكانه. هاي هاي هاي. مرحبا أيها الدب. يا للفرحة. أوبس، كل الأنظمة تعمل، علينا أن نهبط. توقف، انفجر المحرك الأول. لا تقلق حيال ذلك، سأصلحها. إنها تعمل الآن. أجل.
بشكل رائع. أتساءل، ماذا يوجد في داخل هذا الشيء؟ هاي دوب، انظر لهذا، يوجد نافورة في داخل هذا الشيء. تمطر بغزارة. مع ذلك أتيت إليك. ما الكتاب الذي تقرأه؟ هذا. خفة؟ إذن هي سهلة ولم تكن صعبة. جيد، سأبدأ بعصا تغيير الحجوم. يا دب، هل أريك عرضا مذهلا؟ جيد، هيا أيتها العصا العجيبة. هيا أيتها العصا العجيبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إنها تمام التمام. تمام التمام، عاد أنفي كما كان. هذه القفازات العجيبة. إيه. بسيطة. Thank you.
أدخل فيه؟ هيا أيها الصندوق العجيب. يا سلام، هذا ممتع. هيا أيها الصندوق العجيب. يا دوب. يا دوب. يبدو أن الدب خدعني وهرب بعيداً. تتعلم المهارات وبعدها تأكل. اجلس 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 اجلس. هيا اجلس هكذا. اجلس. اجل هكذا. والآن تكلم 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 تكلم. تكلم. عو عو عو. والآن التقط العصا. الحقها. اذهب. راقبني وقلدني. رأيت؟ هذا سهل. للطعام.
حفز أولاً. هيا قف، تمدد، تدحرج على يدك. بقيت لك هذه، ستأخذها عندما تقفز أمام الدب. انظروا إلى أنفسكم، تشبهونني وتقلدونني ويلومني الدب على ما فعلتم. أخبروني، من أنتم؟ وهل هذا شكلكم الحقيقي؟ يا دب، هؤلاء أصدقائي الجدد يحتاجون إلى المساعدة، هلا ساعدتهم؟ أرجوك. جميل أن يكون لنا أصدقاء في كل العالم. Bum, 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 bum
لي؟ من حضرتك؟ لنعلم. يا دب دعنا نفحص نمو الصغير. يا دب يبدو يا دب تختفي عندما أحتاج إليك. يا دب علي أن أعلم إن كبر الصغير. لقد كبر
يا دب ولي. دوري لأعلم إن كبرت أنا. هذا يعني أني لم أكبر بعد؟ النمو. وجدت ما أبحث عنه. ولي. لم أقصد هذا. يا ثقيل الدم، أنا لا أطيقك. انقلع، اذهب إلى بيتك. ومن سيساعدني؟ أحتاج إلى المساعدة أيضاً. كبيرة. ما الذي يحدث هنا؟ ساعدوني. يا سلام، ليتني أعود إلى حجمي. أخبروني، هل عدت إلى حجمي؟ إذن هيا دعنا نجري الفحص الآن. جميل أن أعود صغيرة ثانية. كانون الثاني، وأنا سيد الجليد. أنا اسمي ماشا، سيدة الجزر. خذ، هيا لنطل. احذري فقد ينتهي شحنها. العصا، أعطني إياها حالاً. أرجوك لا تقلقي، سنصلح كل شيء حال.
الجرعة الأولى. على وشك الوصول، وسوف تشاركني في القفز بين البرك. تاشا! مرحبا يا أختي، هيا تعالي، هيا لنرى. لكنني لم أجل الرق. سأراقب الطيور المهاجرة وأكتب المعلومات التي تخصها. أوه، دعينا نذهب. الآن سوف أريك أعظم الطيور المهاجرة في العالم، إنها جميلة. مرحبا يا دب. ياب يوب أب، ها هو. هل ترين طائر مهاجر جميل أتى لزيارتنا؟ أنت مساء. لا يوجد مثل هذا الطائر هنا. هل هو حقا طائر مهاجر؟ إنه أفضل طائر مهاجر. أوه حسنا، لنلقي نظرة عن قرب. هذا رائع، التقيتما، سنقفز فوق البرك. بينغوين، أمسك الذبابة بسرعة. ذلك؟ الطيور المهاجرة تتغذى على الحشرات. هذا مقرف حقا. يا خذ. الطيور المهاجرة لا تأكل السكريات والحلويات. هذا الطائر مختلف، يأكل الحلويات. يا له من ظاهرة رائعة. من فضلك، أريد أن أراك تبني عشاً. هذا المكان مناسب، ابدأ الآن. ما الذي تفعلان هنا؟ تبنيان عشاً؟ سأساعد، سأساعد، هيا. حسناً، يعتبر هذا العش كقومتي خراب. لا، أنت مخطئة، إنه عش مناسب. لا يوجد طائر يمكنه أن يعيش في هذا العش. هذا الطائر لا يعيش في عش أصلاً، هذا ليس من عادته. بابا بابا بابا. لكن مذكور أن الطيور المهاجرة لا تعيش في الثلاجات. لكن هذا الطائر مختلف. هل هذا صحيح؟ هذا لا يصدق. أريد أن أراقبك الآن وأنت تطيرون. أه.
هذا؟ هيا لنقفز فوق البرك. أنا لا أفهم، كيف طار إلى هنا؟ الأمر بسيط جدا. إنه أمر لا يصدق، يا لها من طريقة استثنائية. ماذا عن تبديل الريش وعملية الهجرة؟ داشا، توقف عن التصرف بذكاء. وماذا عن التغرير؟ استمع إلي، حان الوقت للقفز فوق البرك. وماذا عن عملية فقس البيض؟ ما الذي تعنينه بذلك؟ بطريقة جميلة أيضاً. ماشا، لابد من أنه طائر مهاجر من نوع نادر، صحيح؟ بحقك، إنه بطريق مهاجر صغير. إن أخبرت جميع من في المدرسة فإنهم لن يصدقونني أبداً. بلى سيصدقونك. ها؟ البطريق المهاجرة هي كائنات استثنائية، تأكل الحلويات، تشرب الشاي، وتعيش في الثلاجات، وتزورنا بواسطة الطائرة. يمكنها أن ترسم وتلون اللوحات. دقيقة أخرى أيضاً. أستيقظ. يا إلهي، غفوت وتأخرت، تأخرت كثيرا. مني عالمة.
إنها مهنة مهمة لي، مهنة جدية ولا أحد يقاطعني. ولكن لا، يتعرض العلماء لمواقف مضحكة. سأكون طبيبة، لن يسخر أصدقائي مني عندها. وعند الجد سأحقنهم بالإبرة. فكرة أفضل معلمة، إن شاغبوا رسبتهم وإن ضحكوا أرسلتهم إلى المدير. أنا قادمة قادمة، أرجوكم انتظروني، أنا قادمة في الحال، أركض بأقصى سرعتي. مرحبا يا طلاب، سأكون المعلمة الجديدة هنا. حين تجتاحك الأحزان وكل ما حولك يبدو كئيب كئيب، أطلق لمواهبك العنان. الآن أفرح الأهل والجيران، وبعدها ستدرك سرك، حس فكاهتك هو المفتاح، وسيفتح أمامك الأبواب كلها، دربك يتكلل بالنجاح. بالجد بالإيمان وبالكفاح، لا شيء يناسبني، لا أنفع في أي شيء. هذا الشيء الذي أنفع فيه إضحاك الآخرين. نضحك معك وتضحكين، فيغمرنا الفرح والسرور والحبور. السعادة هدف وطريق، وفي الضيق الضحك دواء ورفيق. حسناً، فاستمري في نشر السرور. Thank you.
أقلب إلى صفحة الطعام. هه، إنها صورة الكباب المشوي. منك. ما رأيك أن نلعب معاً الآن؟ هنا يصنعون ملابس الصيد. حادث فظيع. صديقي يا دوب، أين أنت الآن؟ هيا حدثني عنك أكثر. لا تغضب مني، فأنا أشعر هنا بكثير من الملل. لا أجد من أتكلم معه. من سيلعب معي؟ تقبل أن تكون صديقي؟ مرحى، إذن سأريك منزل البحرية الآن. بماذا نبدأ؟ دبدوبي صديقي، هدوء، أريد أن أتصل. أيسمعني أحد؟ أرجوكم ساعدوا دبنا. هيا أسرعا، فالدب يكاد يغرق. سنجدك يا صديقي، جئنا لإنقاذك. بصراحة لا أجيد القراءة، ليس هناك من يعلمني. من سيلعب معي الآن بعد ذلك؟
ذلك الدبدوب الظريف؟ أنا، هل تقبلين؟ سألعب معك دوما. عجبا عجبا، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول